للزميل محمد سعدون الكويري. حضرات المشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم. كأس آسيا للأمم اليوم تقدم لنا المواجهة العربية عربية في الأجواء الآسيوية، سوريا والأردن، ديربي ناري في الانتظار ضمن فعاليات المجموعة الثانية في جولتها الثانية هنا في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين. نصور قاسيون مطالبون بحتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار بعد التعادل اعتبروه بدعم المرارة أمام المنتخب الفلسطيني. أما النشامة فقد كانوا أصحاب السعادة بعد الإتاحة بحمل اللقب الآسيوي الكونغر الأسترالي. الأردن مطالب بتأكيد الانتصار والتأهل عن جدارة لما لا منذ هذه الجولة الثانية. هي مباراة تقليدية بألوان تاريخية تجمع الجارين الشقيقين. إن شاء الله نستمتع بمباراة فلسطيني. أما النشامة فقد كانوا أصحاب السعادة بعد موسى التعمري وياسين البخيت اختيارات المدرب البلجيكي مارك المانس. يدير هذه المباراة الحكم الصيني الحكم الكوري عفوا كيم دونغ جين. لمنتخب الأردن قلب الهجوم، هذه كرة سريعة وبالرأس، كرة غدارة بالرأس رائعة من اللاعب طبعا الرقم 6 سعيد مرجان، هو اللي ارتقى في ويحاول المراوغة وأثنى به في ذلك بكل تأكيد موسى التعمري. أثنى به في احتكار الكرة غريبة منه. الميدان تحكم ممتاز من سعيد مرجان وبعيدة لموسى التعمري، ضيع الكرة على عمر خريبين هداف النادي المنتخب العنابي. كرة بعيدة بعيدة كل عمر سومة طبعا في الانتظار، وهذه كرة والكابتن في الانتظار السومة وخريبين، وهذه كرة بيناتهم والدفاع للنشامة بأجمل علامة إلى حد الآن. هنالك مخالفة للدفاع الأردني، اعتذارات طبعا واضحة من سعيد مرجان مؤيد عشان والحارس عبد الصالح أحمد الصالح. كرة بالتليفون يا حبيبي على طول على الكرة الأردنية. شلبي حاول التوزيع يوسع خريبين، التواصل الصعب مع مرتكان اللي في رصيده انذار وضربة مرمى للمنتخب الأردني. نذكر كن يخسرها الكرة، مرتدة للمنتخب السوري وتعدي وهنالك إصابة حكمتهم اللاعب. الكرة عند المنتخب السوري يوقف اللاعب لسلامة اللاعبين ويطمئن أكيد بعد الاحتكاك الأخير. أوبها عبد الرحمن وهذا موسى، موسى التعمري غدار أرادها باليسار لكن ضاع، كرة بعيدة عن الإطار. جماهير أردنية بألوانها عمر خريبين اللي يوزع وعمر السومة وجد صعوبة في التمركز الجيد. عمر السومة نجم النادي الأهلي السعودي كابتن منتخب سوريا. مهمة صعبة لدفاع النشامة لاحتواء الماردين العمرين. يوزع والتسويع التسويع جول 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 جول. فعلوها النشامة فعلوها النشامة مشاهدينا الكرام بأكبر علامة. كرة أردنية صعبة وقوية، نار 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 يا حبيبي نار. شنو هذا؟ ما هذا؟ موسى موسى التعمري ناري ناري في أول أهداف المباراة. المنتخب الأردني بالأغاني والأماني يأخذ الأسبقية، هذه هي الكورة. وعنده عمر السومة قادر على التعديل في كل ردهات الجيم دونجين. والخطورة والتسويق غريبة، ثنائي النار ثنائي النار 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 الرواجدة وموسى التعمري. بعد الفرصة والهجمة المنتخب السوري عمر السومة يتابع والتدخل تغطية دفاعية من أحمد الصالح لحارسه إبراهيم عالمة قبل ضربة بداية هذه النهائيات في رصيده. يعني اليوم نحكيه عتاب هدف موسى التعمري.
المخالفة، مخالفة مشاهدنا الكرام ضد قلب الدفاع. سرعة المنتخب الأردني للهجوم، 3-4. الكرة الثانية يستقبلها عمر العاشر، يوسع كرة صار الارتفاع، يسكيد منتظر عبد الملك لعنيزان اندار أمامنا على الصورة، اللاعب رقم 15 لعنيزان طبعا لاعب الجيش السوري، يدو يوسع وأحمد صالح والعف فهد اليوسف يوسع المقصية، مؤيد أمين يتعجب يعدي اليسار. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا الفن عليك يجنن يا موسى يا تعمري، يلعب كما يتاب راهو يشتهي فنيات. يا شوف الكرة، يا سلام شوف المراوغة، وين أحمد صالح في مهب الرياح؟ غير عادي هذا اللاعب، غير عادي هذا اللاعب، والله اكتشفه في المباشر واسعدني. نحن دائما مع الكوري بثلاثه لاعبين، التصويب وين؟ هنالك اصابه بهاء بكره طويله يسترجعها تامر راح موسى يراوغ، وماذا يقول الحكم؟ يقول ليس هنالك ضربه جزاء. موسى الدعمري للامانه سنتابع الاعاده شخصيا. هذه الإعاقة، الإعاقة موجودة من مؤيد على صعوبة والصومة قبل عامر شفيع بالتوزيع، وكرة باليسار، دار. شنو هذا؟ طارق خطاب يكسر الباب، برأسية ذهبية نارية هذه الكتيبة الأردنية. يا سلام يا سلام على النشامة، يا سلام. ما هذا؟ شنو هذا؟ يا منتخب الأردن يتسلطن. شوف يعني كرة إبراهيم عالمة ينهار في هذا الجدار، والرأسية الذهبية لطارق خطاب. طارق يترك من عمان، بهاء عبد الرحمن وين؟ كرة يراوغ ياسين، وهذه كرة موسى. مردكان يحاول الخروج من هذه الأزمة، وفي النهاية يعلن الحكم الكوري كيم جونغ جين مدرب البلجيكي السيد بركلمانس. كرة للمنتخب السوري، عمر خريبين، والمهاجم الوحيد هو عمر السومة، في كرة بالرأس باتجاه عمر خريبين على عكس الدفاع السوري اللي قبل هدفين وضاعت حدين 26 عام. والإمكانية، فرصة كبيرة لعمر خريبين، الجمهور السوري يتفاعل بقوة برشة أرضية في المدرجات. عمر خريبين اللي أصبح يلعب في الصندوق إلى جانب عمر السومة، أبرز فرصة متوسط ميدان. تبدو الإصابة هذه المرة لن تسد، يوزع والدفاع مرة أخرى بالارتباك. مشاهدينا الكرام، ركنية دخول مدوي لأحمد سمير في هذه اللقطة. ياسين البخيت من المصدر الهجوم للمنتخب الأردني، التصويب والحارس والهدف الثالث كان قريب. صاروخية رهيبة وقوية، إبراهيم عالمة هو اللي يتصدى لياسين البخيت. التصويب كان قوي من طارق خطاب، والحكم يعطي ركنية للمنتخب الأردني، خامس الركنيات بعد مجهود من سعيد مرمى. اذا نتابع الركنية، تدخل لابراهيم العالمة. عمر ليس اليوم اختر بشر، التصويب، ليست هذه الكرات التي من شأنها ان تغارد خبرة عامر شبيع. تابعوا هذه السرعة، وهذا الاردن غارد عمر السومة، يحاول المراوغة ويوسع على مستوى النتيجة. أسبقية أردنية
كرة طويلة لعمر السومة. ياسين ياسين وين ياسين؟ ضيع الكرة ياسين، يسترجعها ياسين بروح وعزيمة كبيرة، والكرة بمخالفة للمدرب خريمين.